مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات برنامجنا الاسبوعي نبض الاتحاد. وبسعدنا لهذا الاسبوع استضافه الدكتور يسرى النقاش، اخصائي جراحه وامراض الفم والاسنان وتجميل وتبييض الاسنان. يعني بدايه دكتور اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، تشرفونا. اهلا وسهلا فيكم. في البدايه خلينا نتعرف بشخصك الكريم اكثر بعيدا عن الالقاب. يسرى النقاش من هي؟ يسرى النقاش ولادة سنة 61 في بغداد، وخرجت سنة 86. والحقيقة صار لي من سنة 87 أشتغل في الإمارات ولحد الآن. من 87 لليوم ما شاء الله موجودة في دولة الإمارات العربية. كان أول عمل لك دولة الإمارات؟ أول عملي بدأ في دولة الإمارات. وليه الإمارات بالتحديد؟ يعني خصوصا أنت كنت خريجة جديد مثلا، كان في والله هي أول بدايتها صارت بسبب زواجي بشخص يشتغل في الإمارات. كان له 5 سنين بيشتغل في الإمارات. زوجي يشتغل محلل، وبعدين انا الحقيقه من اجيت وبديت في العمل حبيت العمل هنا ومريح، ويعني هو يعني مجال حلو خصوصا في دبي. وبالخصوص يعني انا مثلا هنا متوفر عندي كل شيء، يعني مرتاح الحمد لله من كل الظروف. يعني اذا تقولين كطبيب يحتاج مثلا مواد بسرعه تتوفر المواد، خدمات مستمره، واي شيء تحتاجيه عن طريق مثلا بعدين بالخصوص بعد ما مشى الكمبيوتر، لان احنا اول ما اجينا ما كان فيه لا كمبيوتر ولا موبايل، بس يعني بعد ما دخلت دخلنا بعد اكثر صار. والشغله الثانيه يعني الامن اللي موجود الحمد لله. يعني انا مثلا برنامجي في شهر رمضان اكثر شيء انت تعرفين الاسنان يكون بعد الافطار، فانا كنت اشتغل من بعد الساعه 7:30 للساعه بعض الاحيان 1 أو 2 في الليل. صحيح، ممكن اكثر ما كان في اي مشكله. فانا وحدي مع ممرضتي نشتغل لليل، فالحمد لله ما كنا يعني عندنا اي مشكله من ناحيه امنيه، ولا عندنا مشكله من ناحيه مراجعه المرضى، والباب مفتوح 24 ساعه. اكثر الناس اللي شافت الاوضاع يمكن غير امنيه، فحسيتوا بالفرق فعليا اللي موجود اليوم بدوله الامارات. اي يعني بالفعل قلت لك انا الحمد لله، يعني حتى كنت انا اسكن في الشارقه فتره، وكنت اروح للشارقه وارجع من الشارقه لوحدي في الساعه 2:00 3 في الليل من دون اي خوف. ما الحمد لله. صحيح، الامن والاستقرار هو اهم، هو اللي يثبت مكانك، هو يخليك تختارين المكان اللي تثبتين فيه. دكتور يسرى، في البدايه كنت مباشره يعني فتحت العياده او لا؟ انا كنت اشتغل موظفه بالبدايه، او موظفه كنت اشتغل موظفه الى سنه 99. وبعد ال 99 فتحت، لا 93 العفو، سنه 93 فتحت العياده. وبلشت في العياده تقريبا 6 سنوات يعني كطبيب. يعني هم كانت القانون 5 سنوات يلا تقدرين. الحمد لله نجحت في الامتحان، وكنت الطالبه ال 35 اللي ناجحين من 150 طالب. والعياده اللي فتحتها كانت رقم 31 من العيادات الموجوده في الامارات، يعني كان بس 31 في الامارات، انا رقم 31 كانت عيادتي. ما شاء الله. والحمد لله من يوم اللي فديت بالعيادة يعني المرضى الحمد لله يعني راضين والشغل جيد. ومن ذاك الوقت لحد الآن وزارة الصحة طبعا دائما تتابع وخدمة، يعني مثلا هي دائما تجي رقابة ودائما عندنا تفتيش. دائما تقاريري كانت انه العيادة بمستوى جيد، وانه ما عندي اي خلاف لحد الآن، اي مخالفة من سنة 93 لحد الآن. الحمد لله ماشيين على القوانين. شوي للبدايه، قد ايه كانت صعبه او سهله انه انت تاخذي هالخطوه وتستقلي بعيادتك لحالك، يكون لك استقلاليتك؟ خصوصا يعني يمكن كان عدد العيادات اقل بهذيك الفتره من وجودها اليوم، لكن اليوم اسم الله قادره تكملي وقادره توقفي وتستمري. قد ايه كانت انه انت تاخذي هالخطوه صعب او سهل؟ اول اختياري للعياده صعب، كان جدا صعب. لانه كنت اخاف الحقيقه، بس كان عندي ثقه بنفسي وبعملي. لانه انا من كنت اشتغل بالقطاع العام كنت الحمد لله يعني راضي عن شغلي، وما كان عندي اي مشكله، وكانوا المرضى كلهم يعني تقريبا راضين عن الشغل، وما عندي اي مشاكل في العمل. وكنت احاول من اول امارس شغلي كله وامارسه بدقه، وهذا طبعا استاذتي كانت دائما تشجعنا على الشغل الدقيق. انه ابدوا في مجال الطب يعني الدقه مطلوبه جدا بادق التفاصيل عنه. اي يعني انا الحقيقه كان دائما يشجعونا انه لو بديتوا بدقه لكم نجاح، واذا لا
بديتوا بعمل غير دقيق فيوم على يوم تتراجعون ويكون انحدار بعملكم. بس الحمد لله أنا بديت بدقة واستمريت وما عانيت ذاك المعاناة من فتحت العيادة. ممكن أولها شوية صعوبات بس صار الشيء طبيعي. يعني عن نقطة بدنا نحكي عن كسبك لثقة الناس. أدي كان سهل، كيف قدرت تكسب ثقة الناس؟ الحقيقة أنا بنظري نقطتين كلش مهمة. النقطة الأولى الأخلاق، كلش مهمة بالنسبة للطبيب. يعني أنا عندي شعار إنه المريض لو يدخل العيادة من يشوف أخلاق الطبيب ويرتاح للطبيب بيحصل نص العلاج والنص الباقي. انت تتعامل اليوم مع معاملة مش كمريض وطبيب، مش كعلاقة انا اكثر إزارية. مرضايا معايا كاخوات يعني دائما يكونون يعني علاقتهم طيبة وياي. وبعدين ما عندي انه انا مثلا كطبيبة وهم كمرضى، احاول دائما اكون صديقة لهم. والشغلة حاجز الخوف وحاجز انه يعتبرون انه صعبة يتعاملون معايا. والشغلة الثانية المهمة ايضا العمل، العمل كلش مهم. انه لما انت تكونين دقيقة بعملك وتنطين عمل جيد يعني انا هتلاقي النتيجة جيدة. يعني ممكن انا لو شفتي دفاتر المرضى، انا بديت مع مريضين ولحد الان عندي حوالي فوق 7500 مريض، مع العلم انه المرضى كلهم يتكررون يعني قسم من يعني ويعني حتى بديت مع الصغار وتزوجوا والحين جابوا اولادهم عندي. يعني صدفتي هذا الشيء. اي مرضاكي عم بيجيبوا اولادهم. اي ومستمرين يعني عندي المرضى بصوره مستمره. هذا يدل على شيء، بدل على الصدق فعليا في التعامل والامانه في التعامل. اكثر مرضى ما بعتبرهم انا مرضى، بعتبرهم زوار مثلا، لانه اليوم صارت الاسنان هو عباره عن لمجرد التجميل، لمجرد الابتسامه الاحلى، لمجرد امور كثيره. هل الموضوع هذا انت كيف بتتعاملي معه؟ يعني عم بشوف اطباء وفعليا بنسبه كثير عاليه عم بتعاملوا معه كتجاره اكثر من انه اي هذا كل الشيء. كيف بتتعاملي معه؟ لا انا بالنسبه لي حقيقه اقول لك، انا المريض عندي اعتبر كل مريض هو صديقي او اخويا. يعني احاول انه اسوي الشغل مو كتجاره نهائيا، ومخالفه جدا انه يكون الطبيب يتعامل مع المريض كتاجر. لازم تتعاملين وياهم ويكون عنده ثقه انه انت دا تتعاملين وياه لخدمته وعلاجه، مو لانه ايش قد تقدرين تتعاملين وياه تجاره. وانا اكثر مرضاي يثقون بي بهالطريقه، حتى من يروحون لاطباء ثانيين ما يسوون الشغله الا يستشيروني، يرجعون يسألوني بالتليفون دكتورة صحيح نسوي بهالطريق، انه هذا العلاج صحيح، يدزولي صورهم بالموبايل، فعندهم ثقة بي. يعني الحمد لله. انت موجودة اليوم قسم التجميل، خلينا نحكي. اي نعم. في حال اليوم مثلا انا اجيت واثاني مثلا ما كانوا بحاجة انه انا اعملهم، كيف بتتصرفي معي بهالطريقة؟ احاول اقنع المريض. يعني انا كثير عندي مثلا هو بالنهاية القرار اللي احنا اكيدين، بس في البداية انه انت كيف بتتعاملي؟ شوفي انا كثير بيراجعوني مرضى مثلا اطفال عمرهم 15-16 سنة واسنانهم جميلة جدا ويريدون يسوون مثلا الهوليفيد سمايل، فأنا ما أشجعهم صراحة. يعني لأنه أولا بعد طفل ويكبر ويمكن قراراته تختلف، فحياخذ قرار ثاني ويتندم إنه ليش سويت بهالعمر. في حالات تحتاج، يعني أنا صراحة أدس لكم إن شاء الله الصور، في حالات لازم نسوي لهم مجبورين، بس الحالات اللي أشوف ما تحتاج أحاول أقنع المريض إنه أخر قرارك، خليك اتخذ قرارك انت وتكبر سنة سنتين ممكن قرارك يختلف. فلذلك المريض حصل ثقة انه الطبيب حقيقة طبيبة
يحبه ويريد له مصلحته، مو مجرد يفكر ب الجزء المادي ايش قد يقدر يستفاد من من طبيب. هذا الشيء اللي لازم كل الاطباء يتبعوه، لانه اليوم عم نشوف صارت كثير يعني صارت كثير تجربه في هذا الموضوع بحاجه الاسنان او مش بحاجه، حتلاقيهم انه بس انه انا بدي اخذ من هالمريض بدي. وفي نقطه ثانيه هم كلش جيده الحقيقه انا شفتها، احنا من نجدد الرخص ما بيسمحونا تجديد الرخص اذا ما يكون عندنا محاضرات ابديت، نكون حد الاقل انه مشاركين بمحاضرات جديده بمؤتمرات، فهاي كلش لها اثر في العمل. والله احنا الحقيقه تقريبا انا كل الاشياء بقدمها، يعني احنا نبدي ابدي من الشيء البسيط وهو تسوس الاسنان وعلاجه في مختلف العلاجات، اما بالكومبوزيت الحشوات الكومبوزيتيه او الحشوات الخزفيه، نبدي عندك الخلع، انواع الخلع مثلا في حاله يحتاج المريض الامباكت التوث الاسنان العقل اللي تكون مطموره، بسوي عمليات وبطلع هالمريض، او الكناين السن الناب انه يكون مطمور بنطلعها. عندك مثلا شغلات التنظيف عادي، التبييض، عندنا الوجوه الخزفيه اللي هي هوليب دي سمايل، يعني العلاج التجميلي اي هو حتى شوفي الوجوه الخزفيه هي مو بس تجميليه، بعض الاحيان تكون علاجيه، علاجيه لانه احنا بعض الاحيان ما نقدر نغير عيوب، نعدل مثلا اسنان تكون منحرفه، خصوصا بعض المرضى مثلا ما يحبون التقويم، يبتعد عن التقويم والحدايث، فممكن نعدلها بطريقه او كثير. يعني عندي حالات مثلا يكون سن للخلف منقدمه بس بدون أن أحركه عن طريق الوجوه الخزفية، أو أسنان تكون كراودينج يعني منطبقة على بعض ونعدلها، وهي كلها موجودة عندي صور قبل وبعد وممكن أنه يشوفوها. وكلها برضو بتقنيات جديدة طبعا، وكلها عن طريق مختبرات تكون معتبرة. يعني هذا اللي لا شك فيه اليوم، لأنه اليوم إحنا موجودين ببلد اساسا ما يعني لحالنا منا لحالنا ما حيخلينا احنا عم نتعامل بطريقه قديمه، كل يوم في شيء جديد، كل يوم عم نتبع شيء جديد. قد ايه دائما نستمر بالتطور؟ انا دائما يعني احضر محاضرات، ودائما احب شغلتي، يعني تشوفيني دائما حتى بالانترنت اشوف افلام، بس افلام الطبيه، يعني اللي يشوفني بس افلام طبيه، فاي شغله اي شيء جديد بيطلع، اي تقنيه جديده احاول اتابعها، احاول اسال، ما اعرف لها اسال، اشوف افلام، احاول دائما اكون ابديت ويا الوضع الجديد. اليوم دكتور لو سالتك شو الشيء اللي بتتميزه فيه انت كدكتوره يسرى او كعياده كامله، الشيء اللي انتم تميزتوا فيه حسيتوا حالكم انه انتم عطيتوا قدمتوا شيء ممكن انه يتميزوا فيه عن البعض او عن الغير؟ والله انا اتوقع اكثر شيء الخدمه الصحيحه والثقه للمريض، يعني هو المريض يثق فيك وانت تقدمي له خدمه جيده ويكون مرتاح المريض. يعني شوفي مثلا انا ابسط شيء اقول لك، يعني تجيني حالات مثلا طوارئ، مريض ألم شديد، فأنت من مثلا تعالجي وتتصلين فيه تتابعي، وأنا عندي متابعة، يعني حتى أتصل بمرضايا في الليل نص الليل أظل أتصل فيهم، أي وأتصل فيهم بصورة مستمرة أنه كيف صار أو شيء، وأتابع شغلاتهم، فيحس بطمئنانية. يعني أنت اختصرتي كل هذا الشيء بكلمة إخلاص فعليا، أنه أنت بتعملي بإخلاص، حبك لمهنتك نابع من أنا هو أصلا اختياري للمهنة، وأفضل أنه كل شخص ما يدخل مهنة إلا يحبها. لما انت تكون بين الشيء فتخدمين بالطريقه الصحيحه، لما يكون محمل عليك الشغل لا ما حتسوين الشغله الصحيحه. فانا دخلت اصلا اساسا كليه طب الاسنان مع العلم كان معدلي يسمح لي كليه الطب، والوالد كان يسرع الطب، بس حبي لطب الاسنان هو اللي خلاني اتوقع انه اكمل بهالطريقه. يعني انا بالنهايه بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. فعليا كل الاطباء يعني يمشوا على هالمنهاج ويضلهم بهالطريقه هي يتعاملوا مع المرضى، وانا اكيد دكتور يسرى انه ما حتوقفي لهالمرحله. لا انا مستمره ان شاء الله دائما. خلينا نحكي شوي عن المستقبل، عن خططك للمستقبل، شو في جديد ممكن تعملي؟ والله الحقيقه انا قلت لك يعني انا حتى الحين دخلت دورات زراعه، لانه احنا زمن اللي تخرجنا ما كانت الامبلانت ولا زراعه الاسنان، فلانه المرضى هسه يحبذون الزراعه، فانا دخلت دورات 6 شهور زراعه، واليوم عم بتعالجي واليوم قدمنا ايضا انه اذا اي مريض يحب زراعه ممكن نكمل له نسوي، واي شيء قلت لك جديد يطلع اي في طب الاسنان صحيح. انا احاول ادخل الدوره، احاول امارسه، واحاول اسال فيه، ف يعني انا مستمره ان شاء الله، ما دام الله مطينا عمر ان شاء الله مستمره.
مش بس بالإمارات، على مستوى العالم. الله يخليش، تسلمين. دكتور، الإمارات اليوم كمحيط أدي ساعدك لحتى تكوني في المكان اللي أنت فيه اليوم؟ وهل بتتخيلي حالك لو كنت في مكان تاني كان قدرتي تحققي هالليفل هذا اللي وصلتي له؟ والله أنا قلت لك ببداية اللقاء، أنا الحمد لله يعني هنا الاستقرار والأمن اللي عندك هو شيء كلش مهم. صح. وتوفير المواد بصورة مستمرة وسهولة التوصيل، كلها شغلات يعني تساعدك انه تحسين يعني انت عملك بصوره مستمره دا يتطور، فاي شيء اللي تحتاجيه بسهوله يوصل لك. استمراري 33 سنة أكيد هو الدليل أنه ارتياحي بهالمنطقة الحمد لله. شو بنحكي لهم لهيك اليوم عبر شو شو؟ والله أنا أتمنى دائما يكون استقرار موجود وأمن وخدمات متوفرة، وطبعا أنه كل ما يكون الخدمات والأمن موجود الناس حتزيد وتزيد وحترغب بالبقاء هنا أكيد. وصراحة أنا حتى بصورة عامة يعني أخلاق الشعب الإماراتي بالذات أقول لك، أنا يعني مراجعتي للدوائر لأن أنا أقوم كل الأعمال بنفسي، يعني أنا لا عندي شخص يقوم بالشغلات الإدارية، لا أنا وحدي أقوم بها. والحقيقة يعني أقول لك بسهولة وبوجه مرح دائما أشوفهم وابتسامة طيبة، فمراجعتي للدوائر كلش مرتاحة فيها، ما عندي أي مشكلة، وبسرعة إداء العمل يكون سريع. أكيد دائما. أكيد أكيد. يعني بدأ من عندك هيك من رسالة شكر أو كلمة حابة تحكيها اليوم وتوجيها من خلال شاشتنا لقادة وحكام دولة الإمارات؟ الحقيقة أنا أتشكر من الجميع، وأتشكر على الأمن اللي موجود وتوفير كل الوسائل والخدمات اللي تخلي الإنسان إنه يرتاح ويحس بهالأمن والاستقرار، وأتمنى دائما يدوم الأمن. ان شاء الله في الدولة تكون دولة آمنة وكل الدول ان شاء الله. الله آمين. ان شاء الله ندعي لهم، الله يسلم الجميع ان شاء الله. دكتور يسرى، يعني فعليا الحديث معك لا يمل. شكرا جزيلا. خلينا قبل ما ننهي حلقتنا لليوم بحياتك الخاصة اليوم، لو سألتك هل في شخص حابة تقولي له اليوم شكرا على شيء قدمه، على موقف عمله، على ايا كان، شخص سواء حياتك العامة، حياتك الاجتماعية، العملية، ايا كان؟ انا الحقيقة عندي شخصين. الشخص الأول هو والدي الله يرحمه، كان دائما يشجعنا. مع العلم هو كان بس محصل على شهادة الابتدائية وهو تاجر، بس كان يشجعنا. احنا 10 بنات وكليتنا أطباء وكليتنا أخصائيات، يعني من أخصائية الأطفال والنسائية والجلدية، والأساس كان الوالد لأنه يحب الدراسة ويحب. والشخص الثاني هو زوجي، لأنه أنا أول ما أجيت الدولة الإمارات الحقيقة كنت أخاف أشتغل لأنه مكان غريب ولسه بعدني ما أعرفه، هو اللي شجعني أنه أستمر. برضو بنتشكرك على هاللقاء الطيب. الله يخليش، تسلمين. برجع بتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا جزيلا. إن شاء الله إن شاء الله، وشكر من عندكم، وإن شاء الله دائما تديمون هذا البرنامج ودائما تلتقون مع أطباء مختلفين. الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك. كل الشكر للدكتورة يسرى النقاش، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا.